السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. معكم أخوكم ركان بقناتكم جيم سنتر، واليوم جاكم حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة روما 2 الاستراتيجية شعب مصر. نكمل فيها مشوار، طبعا هنا نفس المكان توقفنا فيه الحلقة اللي راحت. هذه الحلقة رقم 4 حسب ما أتوقع. طبعا زي نفس الأشياء اللي صارت نهاية التورن، بس إني إيش بعد ما درست الموضوع وشفت إنه أنا والله إيش عندي كذا جبهة مفتوحة، عندي الجبهة اللي هنا مع الشعب هذا وعندي الجبهة دي. فكنت أفكر إنه لازم يعني أحارب على جبهة واحدة، ما راح أقدر أحارب على جبهتين، غير إنه هنا الحين زي ما شايفين عندنا جيش الثوار طلع انهم ما عجبهم الثقافة او شيء زي كذا، مو عجبهم الحكم الجديد، فسووا ثورة وضربوا المدينة ذيك. الامونيوم كان فيها حراس، فاز على الحراس واخذوا المدينة وقاعد يطلعون جيش. بعد الان عندهم 8 وحدات، ما قدرت اهجم عليهم، هم عندهم 8 وحدات لان المسافة بعيدة. ف قاعدين يطلعون جيوش زيادة، كان اللي اقدر اسويه اني ارجع الجيش هذا مكانه. هذا الجنرال خلاص ما عاد احتاجه عشان اقلل التكاليف. اوكي انا 18 وحدة عندي، هو 8 وحدة، بنشوف التار الجاي كم بيصير وحدة، يمكن اقدر اهاجمه. الجنرال هذا بحاول، قصدي جاسوس ذا بحاول اجيبه هنا، لانه هذا الشعب لازم اقفل الجبهه حقه، لازم خلاص اوقف الحرب واخذ منه فلوس. Be welcome I suppose. Now speak as you will and try to be interesting. Save your gold. Sooner or later you will need a lavish funeral. I am in truth uneasy, but the good of my people requires me to put aside such feelings. على ما اعطاني 1500 وسوى سلام معايا، من صالحه هو يسوي هذا الشيء. السفينه ذي بخليها سفينه استطلاع. خلنا تروح تستطلع عشان ما يصير عليها حسوفة. وهذه السفينة بخليها هنا تراقب، وهذا الجيش ما راح اقدر اخليه يتحرك، بخليه هنا لان عندنا الوضع هنا زبالة، 50% سالب، يعني ثقافة ما هي كاملة، تحولت الثقافة زي ما شايفين. ماذا ايش ثقافة نزلت 50% صار. A man has many faces. What can I do for Egypt? Ready for battle. A noble cause. هذا الوحدة جامدة، الدمج فيها مرة عالي. كان المفروض اني ما اقلل الترن هذا
ما قاعد اتفلسف انه كذا كذا ما راح اقدر ادرب اكثر من 3 وحدات. نسيت انا، ما مو مشكلة، ما هي مشكلة، ما اقدر اسوي شيء. انا بضرب المدينة دي، باخذها ضروري، باخذ هذه المدينة بالميرا، بتوغل فيه جوا يعني هنا، انه يعني زي ما شايفين الوضع مزري. هنا الوضع قاعد يتحسن. ايوه سياسة الجيش، ابى امشي على مقاليع، انا بقاعد اطور مهارات الجيش الخرابيط، امشي على مقاليع بسرعة. يبغى له 3 تورنات لين يمديني ابني مبنى الوركشوب، مبنى الوركشوب اذا جيت ابني يبغى له تورنين، يعني مجموع 5 تورنات لين يصير عندي مقالي. لان هذا يعني سبت معاه سلام بشكل مؤقت زي ما شايفين، معاه جيوش وقرف، ما ينفع معاه الاشكال هذه للمقاليع. الجيش هذا انسحب من جهدي. السفينة دي انسحبت بعد ما سوينا سلام. مهمة الدفاع عن مصر فشلت، لأنه زي ما شايفين الجيش هذاك يوم جاء بيهجم علي رجع، يوم شافني جاي ففشلت. الحلقة اللي راحت في واحد ظهر من السياسيين، تجار هو، لقى منجم في مدينة ديسبوليس فسألني، تذكرون الحلقة اللي راحت، هل أني ما أسوي ولا شيء ولا أستولي على المنجم هذا باسم الحكومة وأوسعه؟ فأنا قلت له ايوه استولوا عليه وأوسعه، وهذا اللي صار. فقال لي قرارك كان سليم، أعطاني 10% ولث من كل المصادر وزاد الدخل. يعني كيف كان سليم؟ المنجم وسعناه، وسعته الحكومة، ولقت فيه أور كميات هائلة جدا. الأور اللي هو الظاهر الطين إذا ما خاب ظني، ما أدري وش الزبدة الأور. فهذا الشيء كان يعني قرار جيد معكوس على الشعب. يعني حرب بين حرب بين ناسامونيس وسيرينايسا، مدري ايش دي، هذولا دخلوا في حرب مع جيرانهم، مع هذولا طاح الفاس بالرأس. يا سلام، يعني قراري كان ممتاز، خلنا من هون نفسهم بنفسهم. الجهة دي يبغى لها يعني سياسة، يبغى لها مخ. أما ذا صار 16 وحدة ولسه قاعد يطلع جنود بعد. طيب أنا أقول ما نبغى نهجم عليه، لأننا هجمنا عليه تصير معركة طاحنة، خصوصا إني ما بدنا نعرف كم عنده. What can I do for you? I want hourly patrols at your command. All right. How may I serve you? Setting forth in Pharaoh's name. I go. يا حبيب قلبي. Swift and silent. فاضي ذي تقول تعال خذوني. هذيك بعد تبعه. أضرب أنا قبل ما يضرب خويي. I live to serve Pharaoh. Your next command, my lord. At once! Egypt asks much of its servants. It's a great and glorious thing to fight for our cause. ماشي روحته اوكي، يعني
تسمح لي اني اهاجم الاهبل هذا. هذا مدينة كفاية حراس ولا؟ ايه حلو، هنشوف هذا ايش بيسوي الحين. هذولا طايح بالراس مع ذا، هذا شيء صالحي. هذه واحدة ما عليها حسوفة يعني حتى لان ضربت طز. أهم شيء تكشف لي المدن عشان أسوي تجارة. هذه وحدة حماية بحرية. هذا جنرال، هذا جيش 16 وحدة. أنا مكتشف رهودس بسوي معهم تجارة. خليني أطلع جيش وأضرب له المدينة ذي وأسبب له صدمة في مخه، لأنه استولى صراحة على مدن بالهبل. بس مو الحين، أنا يمكن حتى موضوع الهجوم على الأهبل ذا ما راح يكون بهذه السرعة، ما راح يكون بهذه السرعة النهائية. أما الثقافة تحولت صارت ثقافة ثانية. I live to serve Pharaoh. We fight for you, my lord. أوف. طايح سوق الهلك ومرتفع سوق الديزرت نومان. اوف هذا The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? We do not open up. Greetings, honored guest. I serve. Ah, my. Greetings, my friend. Greetings. I tingle with that. We would find beggars at the. I give you welcome. Let Zeus and all the gods. Our treasuries are not full because we are given to charity. Please be seated and take wine. Ah, my friend. I am honored to receive you and look forward to you. We do not open our coffers to please the whims of foreigners. Please accept us a most humble. طبعا التجارة هي تحسن علاقاته مع الشعوب مع الوقت يعني. ما في شيء يجي بيوم وليلة. انما الترن هذا مطفر. مخوفني موضوع تحول الثقافة هنا. ما راح اهجم ولا شيء. انا نسيت كيف يطلعون حكيم.
الدكنتريز هم الحكم. لازم اطور هذه تورني. بدي اطلع حكيم هنا. نمشي على حكيم اجل. خلي المقاليع شوية على جنب. الحكيم هو اللي ضبط موضوع الثقافات هذا. مدريش هنا الوضع تمام. هنا عندي نمو. عندي نمو في الهنلك وسقوط في الديزرت نوماد والبانيك. في ثقافة ثلاث ثقافات هنا مختلفة بذي المدينة. المدينة ذي أقدر أطلع عليها. ذي كل ثقافات بدو الصحراء طايحة الثقافات. انا اخلي ذا ياخذ منصب اعلى عشان يضرب اللي تحته. انا ابغى اسوي اي شيء هنا حاليا. How can I assist, Pharaoh? Come join our ranks. خلني 20 وحدة بالمرة. طبعا التحالف كان بين مقدونيا وسبارتا. راح لنا قايل لكم سبارتا وثنا ما يحبون مقدونيا فراح تنضرب. مهمة جديدة يقول لك سر. You cannot put profit by capturing the settlement from the enemy. Shall I give the order? Capture the following settlement. تفرس. يقول لك خذ هذا المدينة تفرس في خلال 6 تورنات. يعطوك war favor اللي هي عبارة عن your military and defor are empowering 10% moral ولا 500 فلوس. وين هذا مدينة؟ هذا مدينة. فهذا مدينة يبغاني أخذها خلال 6 تورنات. مش عندي مشكلة بالهذا الزفت. بدأت المشاكل تطلع. I am your champion, my lord. My strength could move 1,000 ships. I don't rest, but I will stop a while. I live to serve.
setting forth in Pharaoh's name. Hello. طيب هذا ابن لدينا. How may I serve you? All men must serve. خربها من مدينة أول شيء. يعني نشوف يمكن أسممهم. I will call forth the power of the jinn. I have carried out your orders. سممت المدينة كلها. What can I do for Egypt? بحاول أبهذلهم. At your command. شوف النظام شلون. ترى جاي بس عندي حكيم بجيبه هنا. I live to serve Pharaoh. هذه حلاوته انه يهنلك ثقافته هنلك. I am no one. The gods guide my footsteps. There is honor in service. Softly, I am eager to serve. I live to serve. All hands to the oars. Hard on the oars. يا على الرهودس. نفسية والله قال لك نفسية. Be welcome, but may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our deliberations. My people will find much joy in this. سويت معانا أنا قريشن باك وفتحت خط تجارة. Fleet reporting, my lord. تضبط الأمور مع الترنات شوي شوي. Greetings, honored guest. I serve as my people's ears and tongue, listening and speaking as will please. Ah, my friend, I am eager to hear your Please be seated and take My friend, you honored it. رهود صار فرحان. I am honored to greet such an ambassador. The blessing of the Olympian. أحلال سبارتا يا أخي عز كذا شعب عز. طيب هذا الجيش بخليه يحمل جهدي. At your command. إلى أن تضبط الأمور في المدينة ذي وتوقف على رجلها وتتحول ثقافتها هنلك. هذيك الساعة بطلع من المدينة دي غير كذا ما في أمل. السفينة الثانية اكتشفنا سفينة الجيش الثاني جيش العلة ذا. What can I all hands to the oars.
ليبيا. It is an honor to serve you. Moving out for honor and glory. We must rest a while. رايح تقوى على ليبيا المعفن. Come, my friend, speak. We are men of words. You have determined the merits of a treaty seat. On behalf of my people, I accept. The haggling is done. Oh. And we have an end to our talk. كلان جتات تبع كارثك داخل في حرب مع شركس ودي تاني. ها. العموم سويت معي تجارة. صار معي خطين تجارة الحين. بكتشف الشعب هذا واطب على روما. تجارة ترى ترفع الدخل الاشياء هذه. فهنا لازم اطلع لي حكيم. البطل هذا بجيبه هنا فهذا هو وصل. How can I assist Pharaoh? ما احتاج بطل ثاني حاليا. انا داعي الهستيريا. ممكن اطلع بطل ادخله مع الجيش. بديني اضرب الترن هذا مدينة دي. اصرف عليها هذه. How can I assist Pharaoh? ممكن اخذ المدينة هذه. سلام سلام يا جيش. هو طيب Are you ready to serve? طور الجيش هذا ضروري ضروري. طور الجيش نقلل عملية السالب هنا. اوكي بي ويلكم. You have my full attention. طيب. اتوقع هذا الشيء اللي اقدر اسويه الحين. ما ادري والله. Ready for battle.
ترى الجاي بس بدنا نطلع حكيم، فبطلع حكيم هناك هنا يعني نضبط موضوع الثقافة. يبغى له تورنين، لان تورن الجاي بطلعه ما راح يكون جاهز حجز التورن اللي بعده. ايوه ما حركنا السفينه. نكتشف العالم هنا برابرة والطاقة دي. How can I assist, Pharaoh? ليبيا وهودس وشنن. A man has many faces. بسم الله. شوف الوضع كيف. A treaty would be an arrow shot with deadly intent against our mutual enemies. رفض. ابغى فلوس وش كذا. انا قرش امباكت امباكت. مهمة جديدة ماستر يور نوبل شل ذا فلك اجل. يبغاني يطلع حكيم بيعطوني شو اسمه ذا نجاح، نسبة نجاح الزبدة، نسبة نجاح انه في مشكلة صارت هنا، في احد جاء سمم الظاهر هذا حق الزفت هذا. نشوف سوري في احد فاضية فاضية. نمشي على المقالع مرة ثانية. خلنا نسوي مثال قاعد نتدامى هذا ما دام طلب ما عندهم فلوس. I greet you in my master's feared name. I accept. Speak, my friend. ما في خط تجارة. Am I always to be disturbed by foreigners? انتبه بس شايف نفسه. Am I always to be disturbed by foreigners? If it is على المهم هذا موقف الحرب معاه ترى بشكل مؤقت، يعني ممكن بين لحظة يخون وذا عرف حركاته. How may I serve you? أنا أضرب الجيش. Breaking things is حاول أدمر الجيش. Entertaining. My mission. يا سلام. Success. شكله زين كذا بدمر جيش بدمر جيش بعدين بهجم له. ضيعت وقت اضرب المدينه شبه المدينه. هذا جاء هنا عند ليبيا فجاب له جيش وحركات. Ready for orders. نطلع هنا كارثك ما ابغى اتعامل معاهم. Egypt asks much of its servants. Hard on the oars. يا حبيبي سيراكوس دولة برضه هلك ترى يكرهون ليبيا. Be welcome. If I can give you a fair answer, you will have it. Excellent. We accept. And I... Yes. Your orders, my lord? All hands to the oars. Waiting for a new course.
برغمون اهلا. يكرهون اثنا بس يكرهون سليكد ويكرهون سارتس. ما بيني وبين اخو التجارة حرب مع اثنا داخلين. جمع نفسه. Yes. أثنى أبغى أشبكهم أنا. Welcome, welcome. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. Our treasuries are not full because we are given to charity. Quite the opposite, in fact. ما عندي فلوس. هذا اللي نبغاه في النص. لا والله هذا كلتشر بروباغندا وكلتشر فيرجن. إيه هذا اللي يحول الثقافة. هذا أبغاه. باقي شوية يا ولد. عليك نفر طابان. يو الجيش حقهم يسوونه فيه. نهاجمهم بس خلنا ايش؟ الجاسوس يضربهم. الحين انا ابغى عملية شحاتة. يلا من يعطيني فلوس؟ My friend, you honor this place with... my friend, you ask too much. I am eager to hear your embassy. Inspired and... Ah, my friend, I would spare... I will do you the honor of listening to your terms. I greet you as befits your reputation. Now... Greetings, my friend, greetings. I think... my friend. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me. For the sake of friendship that has been and friendship, you speak with wisdom and grace. We ex- رفعت الدخل شوية. سويت تجارة مع سيركس في موضوع الكشف ذا. سوالي فائدة عظيمة. زي ما شايفين فالحين بنكشف روما والعالم هذه كلها ونخش هنا بعد. زبدة بسوي تجارة مع كل العالم لأنه هو اللي راح يخليني أوقف على رجلي موضوع التجارة. ترى الجاي بطلع حكيم. هذا الجيش ما راح أحرك لين يصير عندي حكيم. بضرب المدن الثلاثة طاخ 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 واحد واحد. نشوف عاد كيف يصير النظام. السني يسد سنة يوكد ذا شكله داخل في حرب مع ناس ثانيين. مع بيرشيا انقلب ضد بيرشيا. اوه كان معاه بيرشيا وطلع. اها فارثا سبرس وانا واريا وسقارتي. حلو هذه فرصة اني اضربه. فرصة اني ادمره. بس خوفك اطلع من هنا. وهذا خلينا قاعدين عشان يطلع بعد جيش عبيد من هنا. الهنا قاعد يطيح بس دزت نمادك. ايه خلينا قاعدين
أما إبروس اكتشفناها. إي والله. Be welcome, and may Hermes bless your words with appropriate speed. حرب مع سبارتا. For I have other business today. لا خلينا نطم أجل ما نعطيه ولا جاه. روما. أما روما اكتشفناها. شلون؟ إي والله. For the Senate's part, welcome. Though Roman dignity is undoubtedly affronted by this offer, I reluctantly. You will find me a willing and attentive audience for your speech. Your advocacy was most skilled. For Rome's part, I. يمكن مو الحين يبغى تجارة، يمكن ترن جاي يبغى تجارة، ما أدري عنه. بس لو الحين أحسن عشان تزيد الفلوس ترن جاي. يمكن السيستم ما استوعب إنه هو يبغى تجارة. Welcome, welcome, my friend. Your work. يعني لازم تصبر شوية مو على طول. صار معي تجارة، صار الحين 900 دخل مع روما. اكتشف على طول الخط. شوف بدون ما أروح لهم على طول انفتحت الطرق. فضح عندهم كل شيء. تجار حقي هم اللي يعرفون يعني وش السالفة. شايفين كيف تجارة تفتح أم الخريطة؟ شعب جديد. ديليميت. هلا والله. هذا. ما بس كذا قاعد. وش ذا الثقافة بالكن؟ ثقافة جديدة ذي على فكرة ترى. We will gladly listen to your offers. But your goods, well, no. Your offer is fair and honorable. I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff for the most part. فيلسوف ذا بربري، هذا بربري من حقون برابرة. بس بجيب راس الحين، اصبر شوي. انا سويت معانا نجريشن باكت فسحبته شوية بس على وجهه. عشان بس ابغى فلوس. A flapping tongue that speaks without. I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff. هذا البربري ذا. علاش اني اطور بالتورن؟ بس احب دائما استغل التورن ابشع استغلال. يعني هذا شيء تعلمته في العاب استراتيجية. A flapping tongue that speaks without wisdom. Your goods, well, no. We see little gain in trade between our peoples. يا اخي انك نصاب ما عندك سالفة. Greetings. Now speak plainly. Your good. يا رجال لا اكثر، بس اقسم في اللتهم. بربري ذا شايف نفسه. خلي روما بيدعسوها بعد شوي. زبده والله فرصة تهجم على ذا. قول مين ما السيرف. I live to serve Pharaoh. What can I do for Egypt? فيها جيش كثير والله. الراس بالهبل. سلنجر عندهم تقريبا ستة 360 300 600 120 720 و 40 760 و 200 960 و 100 ألف وستين وستين ألف ومية وعشرين تقريبا عندهم 1400 جندي حراس بس مع سفنتين اللي هي تقريبا عددها 160 كل واحد 160 والله عندهم جيش جامد هنا حراس يعني ما هي سهلة ذي فماني ما أخذ التورن هذا
وخذ الترن الجاي. طور الجيش صح. ترى الجاي ماني مدخل معاه البطل، لانه لو دخلت البطل معاه بيروح علي المشي. بضرب، احاول اضرب التر الجاي او بدخل مع البطل على ما ماني مستعجل. عندي 6 ترنات لان تكتم المهمة دي، وهذا كل ترن بدعس فيه وهكذا. اوكي You are welcome, Orc. I do not think our people want your trinkets. They like honest, manly stuff for the most part. Welcome. I throw open. No temple can stand upon just 2 pillars. We cannot agree. خلاص ما في شيء اقدر اسويه الحين. حتى الترن الجاي ما راح اقدر اطلع شو اسمه ذا حكيم الا اذا في احد سلفني فلوس. May Hermes bless us both with skillful tongues that we may speak our parts well and so حللت ام التور تحليل. يطلع جنود سبرس، شايفين كيف خليت سبرس يعني هم دعسهم، بس خليته زي ما تقولون شوكة. At your service. بعد أومن في واحد طلع له أومن قال لك after hearing the riddle of Pythia of Delphoi, Charcon and his wife decided to pay you a visit. طيب it would be wise to greet them privately. They could be harbingers of doom. في ناس بيزوروني الزبدة، يزورون واحد من أسر المالكة. News from the oracle should be heard by all. This person man so easy to hear. واحد ترافلر مسافر يقول لك after hearing the riddle Python of Delphoi, Charcon and his wife have decided to pay you a visit. طيب it would be wise to greet them privately. They would be harboring of doom. باخذه بستضيفه استضافة خاصة. هذا بدأ يطلع. المهم هذا أدميرال، أنا ممكن أموته عشان ما يطلع فوق زي كذا. ما عليه، قاعد في البحر هذا. هذول جنرالات، أدميرال جنرال. هذا ستيتسمن. أعلن الحين الوضع ذا. خل نأذي البتاع الحلوين هذول، نسممهم زيادة. Revel in destruction. I've carried out your orders. أيوه بدمر أم الجيش ذا تدمر. بالجاسوس. بذكاء، بمخ، بدون أي مشاكل.
disruption, cunning. Awesome damage. ولا هذا شو السفن وشو طعم نبغى تجارة يا ناس. Ready for orders. I welcome you, worthy speaker. You're good. Oh, I'm a drone up there. Moving out. في جاسوس جاء من جرح جاء هنا من جرح كيد هذا حق الزفت ذا. All men must serve. I go. Can I assist you further? I live to serve Pharaoh. Treading softly. حرب ما بين رهودس وساردس. يا سلام حرب ما بين مين وحمير. حلو خلى الفاس يطيح في الرأس. يعني الحين ساردس نشغل مع الرهودس. اوكي والرهودس هذا بشبك قبل ما يشبك بشبك. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. We do not open our coffers to please the whims of foreign. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you and will listen with care. رهودس بيصير defensive alliance ليا. طيب على كذا بقول له عطني فلوس. I must accept. يا حبيب قلبي انت. انا راح اطلع الحكيم. انا صارت مسخرة يعني. اعطوني فلوس. الثور الجاي بيصير فعال الحكيمة ذي بضبط وضع الثقافة هنا إن شاء الله بإذن الله في المنطقة كلها يعني مو بس. وأنت أدخل مع ذا درب الجيش ورانا حرب. At your command. How can I assist Pharaoh? الحين هذا لازم نحاول نشوف له حل. Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as willing slaves. Speak, my friend. Unburden yourself of diplomacy. دين ضربه مع حمير. The pleasures of my household are yours to enjoy. طيب هذا انا على الاثنين. The necessary burden of diplomacy. بس هذا انا لي افضل اكثر عليهم. كي رغم اختلاف الثقافة فممكن استغله برضه.
truly my goal. خلت الديفنسيف لاينز اللي صار عنده ديفنسيف لاينز في الجنوب وديفنسيف لاينز في الشمال، تحالفات دفاعية في الجنوب وتحالفات دفاعية في الشمال، لأنه هذا يعني بلمز عنده جيش عنده جيش يعني زي ما شايفين. فلو في أحد هاجم عليه راح يجي يدافع عني من هذولا الخونة اللي هنا ذول بدو الصحراء ذا. فلأنه وضعي هنا زبالة فعشان لازم أحمي ظهري لازم أضبط علاقاتك الدبلوماسية أول شيء. أعطاني 500 المهم ممكن الحين نشوف إيش يصير فيها. بس أول شيء خلينا نشوف السفينة هذه وين أوديها. في عندي سفينة لا تنسون هنا مقدونيا، مقدونيا زلابة ندخلها هنا السفينة. كان اكتشف بونتس لاني ودي اسلم على بونتس برضو عشان معاهم تجارة. يا حبيبي يا بونتس الله انك بطل يا بونتس. هذا نفس ثقافتي برضو بونتس عشان كذا احبه. انا داخل في حرب مع قلاته وهو دائما ترابيزوس دائما تحالفات. هذه الحلقة اسمها العلاقات الدبلوماسية بسميها انا او خط الحرير التجارة. سلم عليك أضحية الذبان. You serve your people well, but you cannot alter my opinion in this. آخ لا أكثر بس غصبا عنك بتقبل أصلا. نهاية التور بشيك عليها مرة ثانية. اكتشفنا أحد إلا اكتشفنا تيلز. ما ذا البرابرة تيلز. وبونتس اكتشفنا تيلز. خلنا نسلم على تيلز. خلنا نشوف الأهبل ذا أول شيء. Greetings to you. You're good. Well, no. We see. Greeting. داخل في حرب ضد مقدونيا وأثينا. لا مع نفسك ما حنا معطينا وجه. ليش تحارب مع أثينا؟ I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears tingle with anticipation. ونشبك سبارتا وأثينا إحنا. Greetings, friend. آه. While your rhetoric is sound, the substance of your offer is sadly lacking. إيش يا عمي كينيسوس خويه قبل ما يصير خويه. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I will. أبى أحرج كينيسوس. أتحالف مع سبارتا بما أنه مدرك. I am eager to hear your embassy. In honor, I cannot accept your terms. They are well-intentioned, but fall far short of what might. You serve your people well, but you cannot alter my opinion in this matter. I must refuse. I have listened. Greetings, honored guest. I serve as my people's ears and tongue, listening and speaking as will please. No. Your terms are reasonable as they leave your mouth. Greetings, honored guest. I serve as my people's ears and tongue, listening and speaking as will please. الله كنسس مرة ثقيلين. سيراكوس حرب مع ليبيا داخل. فكر ان سيراكوس علل. بونتوس. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile. I must. رفع الدخل يوم سويت معي تجارة. رفع حلوة. بونتس الحين سويت معي تجارة فضبطت الوضع معها. أتوقع كشف لي ناس. ضبطت وضعه طبعا أنا لما سمعت تجارة يضبط يقوم. فليش انا اسمع بونتس تجارة عشان يضغط على العلل ذولا اللي محتلين المنطقة دي ساردس وهذولا بضغط عليهم انا من هنا تر الجاي ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد وصك ام المدينة دي صكه خلاص عندي حكين بيضبط الوضع هنا. هذولا لو سوى اي حركة عندي الاخ هذا بيفزع لي والاخ ذا مسوي معانا انا قريش امباكت ميثاق عدم اعتداء وما بينه بينه خط تجارة مشكلة ولا كان سويت مع تجارة فصار الحين عندي ديفنسيف لاينز من الجنوب والشمال
داخل في حرب مع العلة ذا، وعندي ستاري باي اللي هو كلاين ستيت تبع ذا، غير الاسم، هو كان اسمه كلاين ستيت. الزبدة انه هذا رهودس معاه جيش يعني، وما في ابن امه يقدر يسوي شيء. ف وقفت مع خويي انا، ما هو عبث يعني، قلت لكم هذا خويي ما اهتم له، والله ان شاء الله ينحرق طز فيه ما همني، اهم شيء انه ايش اخليه شوكه بحلوق هذول اللي قدام سليوكت. انا هدفي اني انا ادمر سليوكت، هذا هو الهدف. الجيش ذا بيهجم هجمته ان شاء الله، فور تدمير هذا الجيش. Finding shelter. Get the fortifications ready. خلى الجيش حقه وضع الدفاع قريب من المدينة عشان يجي سبورت دائما، يطلعون الحراس يعني يجون عليه. فبحمي الجهة ذي، لازم احمي الجهة الشرقية الغربية ذي، لازم احميها حيث انه ما في اي ابن امه راح يقدر يجي من هنا يعني، لان هذه البوابة حقت اسكندرية، اسكندرية هي مركز الرئيس حق. ومن الجنوب قلت لكم ما في اي خوف باذن الله الواحد له. واضع مرة الحين يعني، سويت حركات كذا الحلقة هذه، ضبطت وسمنعت الامور ان شاء الله انها تسمنعت باذن الله. وهذا عاد يعني مبدئيا، لانه ما صار عله يعني، بدايتها صراحه عله، عندي اعداء بالهبل من جميع الجهات، و يعني من جد يعني الواحد ما يدري شلون يعني يتفاهم معه. ف يعني لازم نعرف نمسك اول شيء العلاقات الدبلوماسيه، ما ندرعم كذا تحركات، لا ضبط وضعك مع العالم بعدين تعرف كيف النظام. انا عندي تجاره تقريبا، انا طبعا بمشي على الفوز العسكري، الالتيميت اوبجكتيف اللي هو الفوز العسكري، لازم اسيطر على ايطاليا، روما تخيلوا لازم اخذها، مقدونيا، سوريا، بيرسس، بكتيريا، يعني فيلم هندي. اذا بفوز فوز عسكري لازم احصل على 160 وحدة، انا عندي حاليا 41، ولازم احصل على 75 نافال يعني بحرية، عندي 5 وحدات، هذه بعدين تجي مع الوقت. لكن لازم اسيطر على 85 سيتلمنت، 85 مدينة، انا حاليا مسيطر على 8. كومبليت الكنترول 6 فولوينج بروفنس، هذه هي الصعبة يعني. انا مسيطر على ايجيبشيس الحين، ايجيبشيس حقتي بالاساس من يوم بدأت الجيم هي حقي، لكن ايطاليا مقدونيا سوريا بيرسس اللي هي بلاد فارس بكتيريا، هذا يعني فيلم هندي، هذا الله يعين مع الوقت ان شاء الله بنمشي معاها حبه حبه. هذه تجيب ذي على قولتهم، نقول بسم الله. برقمن مع اثنى وقف الحرب، واحد من اعضاء الاسرة مالك الظاهر انسرق، وش تسوي؟ يقول لك كاونتر ذا ريومرز سبورت، يا رجال كنت كاونتر ذا ريومرز يبغاني ادفع 1300 على تبل بس. ولدك كانت يقول لك كونشيك الدماس والرفيوز ذا انزمتيشن هاز بن ترانشيد باي ذا رومز ذات ذي هاف سبريد. هذا هو الفاميلي تارجت ابيوز تارجت بارتي بتنامك دينستي على نفسه.
audience it was revealed that the couple had nothing of import to report to you. الناس اللي زاروني يقول لك ما جاء منهم شيء خطير يعني. انا قلت بقابلهم يعني فما طلع مجرد زياره يعني. بسم الله نشوف ايش نقدر نسوي الترن هذا. هذا جايب جيوش ودفاع وما ادري ايش قاعد يسوي. شوفوا الحكيم كيف مجرد انه واقف يقول لك ليفت كليك تو ديبلوي وايز بلا ايجنت كانت ادفايس لوكال اوفيشالز ذير باي انكريسينج تاكس ريت وايل هيلبينج بروتكت لوكال سيتلمنت اجينست توث. Bless me with your knowledge. لاحظوا موضوع الثقافة هنا بدأ ينمو. السهم أخضر فوق على الثقافة نزلت لأن أنا طلعت حكيم مختص بكالتشرال افيرجن. كالتشرال افيرجن يعني يحول لك الثقافة. هذا قاعد يدرب الجيش. What can I do for Egypt? The gods guide my footsteps. I am eager to serve. I go. Your orders, my lord. Uh-huh. I cannot do this thing. Setting forth in Pharaoh's name. طيب جاب سفينة المروح ذا. أدميرال هذا البحر. الحراس ف... How may I serve Pharaoh? A man has many faces. At your service. Breaking things is entertaining. Your will is done. زي ما شايفين دمرنا أم الجيش ذا بجاسوس واحد سممناهم تسمم استمر فيهم يعني ما وراي شيء. قاعد بضعي الدفاع أنا The gods will have me listen to you. I am sure that your wares will find a home somewhere, but not with us. Greetings, friend. Greetings. Will you have wine? Fine. Athena. Welcome, welcome. You speak well and with conviction. Unfortunate. Athena give you wisdom so that you may speak well and persuade me of your I am honored to greet such an يعني Fleet reporting my lord Egypt asks much of its servants Your next command, my lord. Hard on the oars. Karthak. I live to serve Pharaoh. For honor and glory, waiting for a new. Harp my Rome. We will gladly listen to your offers, but do not track them. Fine. If we must talk, goods dribbling from the rear end of camels are of no interest to Carthaginians. No, Sheikh. Your orders, my lord. Steady as we go. The sea beckons, my lord.
حلو، هذا داخل بحرب مع مقدونيا وقاعد الحركة. Well met, friend. Satan let your words move me to anger or agreement. بربري أنا أكشرها. It is an honor to serve you. Moving out. Waiting for a new course. شوف البلدان اللي هنا. أبغى التحالف حق هذا. بجيبه هنا. دور في البحر صح. فبونتوس داخل في حرب إذا ما خاب ظني. لا ما جاء جنبه. وجل ساردس مع مين داخل؟ أوه مع الدنيا كلها. الله فرصتنا نضرب. All men must serve. A man has many faces. Orders, my lord. ولا داعي تكاليف. لاحظوا مسافة المشي حق الجيش صارت توصل لين هنا من المدينة دي. السبب اني دخلت معاه البطل فصار مسافة المشي اعلى شوية. دونهم فيها حراس من هبل. الموب ابو كلب، سلينجر برضو ابو كلب، باكمان حتى هم والسبيرمان يعني. خلنا نعلم الاخ ذا. عليه علامة حرب عشان الناس يعرفون ايش نبغى بالضبط. هذا هدفنا الاساسي. فالتورن هذا يعني يطلع جنود يعني يهاجم. افضل اني اطلع زيادة جنود. كذا 20 وحدة ترن الجاية اهجم فيهم ان شاء الله على المدينة دي وافرشهم فرش. What does Pharaoh wish of me? الثقافة تتعدل بسرعة. ما اخسر مدينتين ذي. اوه لازم نمو الثقافة هنا اكثر. My lord. Ready for battle. I want hourly patrols. إيه شيخ ارفعها. خلنا نرفعها 13 ترن جاي يصير أعلى. At your command. I live to serve Pharaoh. هذول الترن جاي برضه بنسممهم زيادة. بغالهم ترنين لأن نقضي على المدينة ذي ونرجعها زي ما كان.
الشهر الجاي رايح عندنا ابني مبنى الوركشوب، فاحتمال كبير ابنيه هنا. لا والله ما بينا. هنا يمكن شيل المزرعة ذي، بس لا ما اقدر اشيل المزرعة. نشوف الوضع كيف، ما راح نختلف وان نبنيها، نمشي نبنيها. اوكي، نمو في كل المناطق الحمد لله. البطيئة فيها مشكلة بالفود، فيبغى هذا الرقم يوصل رقم ثلاثة. حيوصل ثلاثة شوي شوي، اذا وصل ثلاثة راح يمدينا ابني مبنى جديد في البترة، وهذا المبنى راح يكون مزرعة. نعم هذا المبنى راح يكون مزرعة ان شاء الله. My master extends the most. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. No, your terms are reasonable as they leave your mouth, but less. خلاص. هلا والله بالحبايب. هاجم هو طاهر، ما قدر يصبر. وكويس انه جاء هاجم عشان اقدر انفيه الحين نفي، واطبع المدن حقه واحدة واحدة. اقلب الطاولة عليه من جد. سابوتاج صار فيه مشكلة عندي في فلسطين. May the blessings of Isis be upon you. Oh, قدري طب. يا حبيب قلبي. طيب. يبغى البتراء.
What can I do for Egypt? طيب مسافة مشي أكثر. البطل. All men must serve. هذا الجيش الثاني حقهم. I live to serve Pharaoh. أي ما عليك بطير لك مدينة الرئيسية. ضرب لي المبنى ذا صلح الحين. How can I assist Pharaoh? سافت المشي حقه عالي. My lord. At your command. How can I assist Pharaoh? أنا ضربنا شوية أثرت. Be praised. I live to serve Pharaoh. Isis honors her faithful. شو ما يهاجمني؟ قللت ثقة في الجيش حقه. أنا مطورها لين يصير عندي فلوس، لأن طورتها ما بنات يصير فيه سلمز. At your service. What can I do for Egypt? أبغى شوية فلوس بس. Ready for battle. أوه صار بدني أمشي بشكل أسرع. أقدر أوصل المدينة ذي سلام سلام. أوه بس أبغى فلوس، أبغى واحد يعطيني فلوس. As we go, moving out for honor and glory. I do for Egypt. All hands to the oars. Yeah. Setting forth in Pharaoh's name. هم داخل في حرب مع بنتس مع نفسه. I live to serve Pharaoh. The blessing of the Olympians upon you. No. Your terms are reasonable as Welcome, welcome. In a spirit of Olympian I give you welcome. طيب نبغى فلوس. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty I give you welcome. Let Zeus and all the gods. Ah, my friend, I would spare you further embarrassment. I am honored to greet such an ambassador of such. We do not open our coffers to please the whims of foreigners, even. Be welcome.
You have my full We would find back. May Hermes bless us both with skillful tongue. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. Our trip. I give you welcome. Let Zeus and all the gods. يا لبيه شيخ. يا لبيه. أعطاني فلوس البطل ذا. تحالف حقي. تحالف الدفاعي. How may I serve you? Sabotage, as you order, my lord. I've carried out your orders. شوف سويت فيهم الزلايم. يوه يلا مساكي يلا هذا زي ما انت شايفين قبلنا فيهم